حوارية بعنوان التقصير في تربية الأبناء للموفق عباس السبتي. عندي يا الوالي طلب منك أريد، لا تردنا نلوك واسمع مطلبي. تريد ملبس مني لو رايد اموال، تريد ملبس مني لو رايد اموال، غير ذني الاثنين شريد الصبي. لا يا ابويا لا يا ابويا، اليوم رايد شي جديد، ارد افكر ما اريد اصبح غبي. تقصد اشتري العقلك ذكاء، يعني تقصد اشتري العقلك ذكاء، المهم تصير بالدنيا جسور. وياك غزني أرجوك للمجلس يا بوي، أرد أحضر للدروس وأسمع الشوق. راح أفكر، راح أفكر بالأمور يا ابنو أشوف، هواي عندك يا ابني بالدنيا امور. الدنيا خطرة، الدنيا خطرة وبيها انواع انحراف، وبس فقط يلقى الشبل بالشور أقول لك يا ابني كل هذا الكلام، من أقول لك يا ابني كل هذا الكلام، شلون ميزت الحقيقة من الشرور. بويا شفت اشبال ربعك مبدعين، اتصدوا الطرح البعيد بعضهم سطور. يا حبيبي انا منك اعتذر، اعتذر يا ابن العزيز، واطلب التوفيق من ربي غفور. بويا تدري الشور يصنع للامام افضل الانصار في يوم الظهور. بطرح الكلام نشاكر
شاكر أنا شاكر ذوقك بطرح الكلام وعهد آني وعهد آن وياك كل مجلس حضور